بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب مهندس موقع، ملاحظات هامة وسريعة عن الليبش. الليبش عبارة عن شبكتين حديد، شبكة حديد سفلية وشبكة حديد علوية. طبيعي إن إحنا بنعمل شبكة حديد سفلية، لكن ليه بنعمل شبكة حديد علوية؟ بنعمل شبكة حديد علوية لمقاومة الضغط اللي موجود من رد فعل التربة بسبب سقوط الأعمدة على التربة، فبيحدث في رد فعل التربة في منتصف البحر ما بين الأعمدة، فبنضطر إن إحنا نعمل شبكة حديد علوية. شبكة الحديد العلوية دي برضو أيضا بتقاوم الانكماش اللي موجود، علشان سمك الخرسانة كبير فبيحدث انكماش في خرسانة مما يسبب شروخ، فبنعمل شبكة حديد علوية لمقاومة الضغط السفلي الناتج عن لمقاومة الضغط الناتج عن رد فعل التربة ولمقاومة الانكماش اللي موجود في الخرسانة. بشكر حضراتكم وبسألكم الدعاء لي ولأبي ولأمي، وجزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.